شوف بالنسبه لي هذا الرحيل ديال 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 مالونغو ولا لاعب اخر، فانا ما كان ما 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 كنتدخلش انا في هذه الاشياء هذه. كاين مدرب ديال الفريق الاول هو اللي تيتحكم في هذه الامور هذه. بالنسبه لي انا كنظن الرحيل ديال مالونغو الا بشخص يكون واحد التعويض ديالو في المستوى. شفنا حنايا شفنا حنايا المستوى اللي قدم مالونغو مع فريق الرجاء البيضاوي منذ المجيء ديالو، خص يكون البديل في المستوى. فانا ما كانش البديل في المستوى، راه بحال ما درتي والو. يعني عندك عصبة الابطال، عندك خصك تعرف بان عصبة الابطال من 99 ما بقى فريق الرجاء البيضاوي فاز بها، لقيتها كان فريق الرجاء البيضاوي فزنا بثالث عصبة ابطال افريقيا، كان الاهلي المصري عنده لقبين. حتى انا كتشوف ان الاهلي المصري عنده 10 الالقاب وفريق الرجاء البيضاوي 3 الالقاب، لان كتعرف الناس كيخدموا. كما قلت لك الا غتصيفط لاعبين خصك تجيب لاعبين في المستوى ولا احسن. الا كنتي غتصيفط لاعبين اللي انت عارفهم كيعطوك حلول كثيره وغتجيب لاعبين اللي ماشي في المستوى، بحال ما درتي والو. يعني كره القدميه هذه، يعني لاعب كيمشي ولاعب كيجي، ولكن خصو يكون التعويض ديالو في المستوى. الا بغيتي تنافس السنه الجايه، بغيتي تنافس على عصبه ابطال افريقيا، سينو غادي تكون غير ضيف شرف. بالنسبه لي انا فريق الرجاء البيضاوي دائما كيدخل شي مسابقه الا كيبغي يفوز بها ما كيكونش ضيف شرف، ولكن خصك رضوان عصبه الابطال كتعرف بان صعيبه شويه. يمكن اسهل بطوله بالنسبه لي انا هي هاد السنه هذه اللي فاز بها الاهلي ضد كايزر شيفس، باش تشوف كايزر شيفس كيتاهل النهائي بهذاك الفريق. يعني كتعرف بان كاينه فرق اخرى انها غتوجد السنه هذه باش تفوز بها. يعني الاهلي شويه غتكون ترجي مازيمبي بزاف ديال الفرق، يعني انت خصك تكون في الواجهه باش تنافس على اللقب. ونتمنوا الخير ان شاء الله لفريق الرجاء البيضاوي وكذلك الجمهور ديالو، ونتمنوا ان شاء الله يكون تتوج باللقب العربي في شهر في هذا الشهر هذا، ومن بعد منا يبدا التفكير ان شاء الله في البطوله وعصبه ابطال افريقيا.